عن تطورات المشهد الميداني في سوريا واستهداف المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، عملية إنزال جوي للقوات الأمريكية في ريف إدلب الشمالي، هذه العملية أسفرت عن مقتل 12 في الأقل، لكن السؤال، ما الأهداف الموضوعة في بنك أهداف القوات الأمريكية خاصة في إدلب؟ سلامي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين. حقيقة هذه العملية ملفتة للانتباه، فنحن اعتدنا أن القوات التحالف أو أمريكا يعني باسم قوات التحالف تصطاد أهدافها بالدقة، ولا سيما أنهم هم أصحاب نظرية كيف تقتل رجلا في غرفته دون أن يتأذى الكمبيوتر الذي يعمل عليه. فمن حيث دقة الإصطياد العملية تفتقد تماما هذه النقطة. أما الحالة الأخرى التي أيضا اعتدنا عليها، أن قوات التحالف تنزل بحوامات في منطقة خارج المنطقة السكنية لأخذ عنصر من العناصر التي زرعتها في داعش، يعني زرعت قوات التحالف في داعش، وقتل المرافق الذي معه وأخذه بالطائرة بحجة أسره. هكذا كانت العمليات تتم. أما أن تأتي يعني عدد من الطائرات من 4 إلى 6 طائرات أباتشي تهاجم منزل داخل أو يعني ضمن تجمع سكني، نعم، وتقتل 12 شخص، ولا يزال حتى هذه اللحظة الهدف الحقيقي مجهول. يعني لا أمريكا أعلنت حتى هذه اللحظة، نحن ننتظر خطاب بايدن ليوضح من الهدف الذي تم على ذكر الهدف. على ذكر الهدف، هل تعتقد أن الأهداف الأمريكية تحدد بدقة، أم أن القوات الأمريكية تمارس نفس الانتهاكات التي ارتكبتها في الفلوجة في العراق ولم تحاسب عليها؟ تعتقد ذلك؟ تماما. يعني هذا السؤال فعلا سؤال يعني يجب أن يفهمه الأخوة المشاهدون. أمريكا تعرف الهدف بمنتهى الدقة وتحدده بمنتهى الدقة، لكنها من تقتلهم من المدنيين، وهذه لاحظناها كثيرا سواء على الحدود العراقية السورية أو داخل العراق أو في داخل سوريا، عدد القتلى غير مهم نهائيا في حساباتهم. فلذلك أمريكا تعرف الهدف الذي تريده تماما، وتتقصد أحيانا في مثل هذه الحالة تسليط الأضواء الإعلامية على عملية ما في قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وهذا لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد. لو تحدثنا سيادة العقيد عن ميليشيا قسد في حلب، نفذت هذه الميليشيات قصفا على أحياء في مدينة الباب أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، برأيكم لماذا تصمم ميليشيا قسد استهداف المدنيين رغم حرمة ذلك دوليا؟ ما السبب في ذلك سيادة العقيد؟ قوات قسد لولا أن الضغوط من أمريكا لإظهار أمريكا بوجه يعني لإخفاء الوجه القبيح لأمريكا، نعم، وإظهارها بالوجه الحسن، لوجدنا أن قوات قسد تحرق الأخضر واليابس في المنطقة. هكذا هم يعني قوات قسد عبارة عن عصابات عاشت في جبال قنديل بدون أي قيم وبدون أي أخلاق، ولا يعرفون من الحضارة شيء على الإطلاق. أجلبتهم أمريكا وسلمتهم القيادة في الجزيرة السورية وأفلتتهم. إنما لا تزال لحد الآن حسب ملاحظاتنا على الأرض أن قوات قسد تخاف من الضغوط الأمريكية عليها، لذلك تكون تأتي عملياتها يعني اقتناص لا أكثر. سيادة العقيد، الصمت الأمريكي حيال الانتهاكات التي تفعلها ميليشيا قسد، هل تعتقد أنه مقصود من قبل الولايات المتحدة؟ تماما. يعني الولايات المتحدة كلما لاحظت
تململ من عناصر قسد في الجزيرة السورية وامتدادها، نلاحظ أنها تضغط على هذه الإصابات بحدود معينة، بشكل أنها ترسل رسالة إلى الأهالي أن أمريكا لا ترضى عن مثل هذه المخالفات، ليس أكثر، يعني إعلاميا فقط. نعم، من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.